بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد النهاردة هيكون كل كلامنا على استعدادات الأهلي للموسم الجديد والبداية. اليوم سفر الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد. على طول بدأت التدريبات خلال اليومين اللي فاتوا، النهاردة أول يوم عمل شاق في الموسم الجديد من خلال التدريبات والاستعدادات وخوض عدد من المباريات الودية خلال الأيام المقبلة، استعدادا لموسم هيبقى طويل جدا، مباريات كتيرة جدا، موسم يقترب من حوالي 70 مباراة ما بين مباريات محلية، مباريات إفريقية، مباريات دولية. نتمنى يا رب التوفيق فيها للنادي الأهلي لأنه هيدافع عن 5 بطولات فاز بيهم الموسم الماضي، بالإضافة إلى 2 جداد إن شاء الله داخلين علينا خلال الموسم اللي جاي. النهاردة على بركة الله سفرة البعثة صباح اليوم، هيكون عندنا كل الكواليس وكل المستجدات وهنطمن قدر الإمكان على استعدادات الفريق في معسكر النمسا اللي بدأ النهاردة لغاية يوم 6/9 المقبل. كمان عندنا ملفات مهمة هنتكلم عليها، عندنا تصريحات النهاردة مهمة كمان للأستاذ عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، هنعلق على تصريحاته. عندنا النهاردة انفراد مهم جدا عن كواليس اجتماع بريرا بالأمس مع الحكام، كانت في جلسة مصارحة ما بين فيتور بريرا مع الحكام وعندي كلام مهم جدا عن هذا الاجتماع وما أصفر عن هذا الاجتماع بزيارة وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اليوم معسكر الحكام والاجتماع مع الحكام لبحث بعض الموضوعات الحيوية اللي الحكام اشتكوا فيها امبارح بشكل مباشر مع فيتور بيريرا. كالعادة زي ما انتم متعودين حلقة فيها كواليس واللي فيها تفاصيل وأخبار عديدة على الساحة الرياضية، لكن بسرعة نبدأ سؤال حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة بدري كده مسخن قبل قرعة السبت اللي جاي، إن شاء الله كلنا عارفين يوم السبت اللي جاي هيبقى فيه قرعة السوبر ليج وهنتعرف على منافس الأهلي، هل ممكن يبقى سيمبا ولا إنيمبا ولا بيترو أتليتيكو الأنجولي ولا مازيمبي الكونغولي؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال ونعرف توقعات حضراتكم لمنافس الأهلي في قرعة السوبر ليج اللي هتقام إن شاء الله يوم السبت اللي جاي في مقر الكاف بالقاهرة. وبالمناسبة القرعة زي ما أكدت امبارح هتكون أونلاين، مش هيبقى فيه حضور للوفود الممثلة في البطولة، ولكن القرعة هتكون أونلاين يوم السبت المقبل. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آرائكم وتوقعاتكم على قرعة السوبر ليج ومن ممكن يواجه الأهلي في الدور الأول. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسرعة بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تصل للنمسا لخوض معسكر الموسم الجديد. وفي الترند المحلي، عامر حسين يرفض نظام الدوري من مجموعتين. وفي الترند العالمي، اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة صلاح. النهاردة يوم الاثنين في وسط الأسبوع، فالمباريات في الدوريات الأوروبية يعني بتبقى مباراة أو اتنين وممكن دوري أو اتنين، لأن معظم المباريات كلها تتلعب في يوم السبت والحد. النهاردة في مباريات في الدوري الأسباني والدوري الإيطالي، والبداية بالدوري الأسباني الساعة 8:30 ختافي بيستضيف ديبرتيفو ألفيس، والساعة 10:30 رايو فاليكانو بيستضيف أتلتيكو مدريد. الدوري الإيطالي الساعة 7:30 سارنتانا هيستضيف أودينيزي، والساعة 10:00 إلا ربع كالياري بيستضيف إنتر ميلان. دي مباريات النهاردة في الدوريات الأوروبية وتحديدا في الدوري الأسباني والدوري الإيطالي. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع، عندنا كواليس وتفاصيل ولقاء يعني لقطات حصرية كمان من سفر بعثة النادي الأهلي إلى النمسا وكواليس اليوم الأول من معسكر الأهلي في النمسا استعدادا للموسم الجديد. على بركة الله وصلت بعثة فريق النادي الأهلي إلى النمسا ظهر اليوم استعدادا لخوض معسكر إعداد خلال الفترة المقبلة. المعسكر هيبدأ من اليوم 28/8 حتى يوم 6/9، هيتخللوا أكتر من مباراة ودية، والبداية هتكون بمباراة ودية خلال يعني يوم الأربعاء أو الخميس بحد أقصى، ويمكن هتكون مع إحدى الفرق في الدرجة الثالثة في النمسا. كولر عايز يبدأ طبعا بالتأكيد مع فريق متوسط أو أقل من المتوسط في المستوى، أنت لسه بتبدأ فترة إعداد، مش طبيعي طبعا تلعب أول مباراة ودية ليك في الموسم الجديد بعد أسبوع من بداية التدريبات بحمل بدني عالي أو حتى بمستوى فني عالي، فلازم تبدأ بمستوى كده بسيط شوية عشان تستعد بشكل جيد للموسم الجديد. لكن زي ما شايفين على الشاشة
وزي ما كانت معانا دلوقتي لقطات وصول بعثه فريق النادي الاهلي في النمسا، كل الكواليس وكل اللقطات وكل ما يتعلق ببعثه الاهلي في النمسا هتكون معانا فقط وحصريا من خلال شاشه قناه الاهلي وعبر كل البرامج خلال الفتره اللي جايه. الفريق الحمد لله وصل بسلامه الله، يمكن رحله السفر يعني كانت حوالي ساعتين ساعتين ونص، ما كانتش رحله طويله. الاجواء في النمسا حاليا اجواء مميزه جدا، النمسا تحديدا من الدول المميزه اللي تقدر تعمل فيها معسكر اعداد على اعلى مستوى. شفنا فرق اوروبيه كتير قوي الفتره الاخيره كانت بتعمل معسكرات اعداد في النمسا، حتى الدوري السعودي فيه اكتر من فريق كان عامل معسكر اعداد في النمسا. ودي لقطات النهارده كانت في مطار القاهره قبل السفر، ويمكن الاهلي استقل طائره خاصه للسفر الى النمسا. اول اللقطات وبدايه انضمام امام عاشور لصفوف الاهلي واول معسكر اعداد خلال الفتره اللي جايه، كمان عوده صلاح محسن، وجود كمان حمزه علاء، يعني اكتر من لاعب هيكون موجود خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر، كل اللاعبين باذن الله، حتى اللاعبين المصابين اللي يعني في الفتره الاولى ممكن ما يكونوش معانا في المعسكر الاعداد، الجهاز الفني فضل ان يكونوا موجودين، يعني ابرزهم حتى كمان عمرو السوليه عشان البرنامج التاهيلي، كريستو، احمد نبيل كوكا، اليو ديانج، بيرسيتاو. طبعا كلنا عارفين بعد المعسكر على طول هيبقى في سفر للعيبه الدوليه لمنتخباتها، علي معلول وكريستو، اليو ديانج، بيرسيتاو، كل اللعيبه اكيد اللي هتستدعى اللي يعني هتشارك في الاجنده الدوليه مع منتخبات بلدها سواء تونس، مالي، جنوب افريقيا. ميشيل يانكون مدرب الحراس، كابتن سامي قمصان مدرب الفريق، عضو الجهاز الفني الجديد، كمان دكتور تامر ابو العنين الدكتور ورئيس الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، وطبعا شغل كبير جدا قام بيه الكابتن خالد بيبو خلال الساعات اللي فاتت. يمكن سبق البعثه بحوالي اسبوع كده، راح النمسا بص على المعسكر، شاف فندق الاقامه، بص على الجيم، شاف يعني ايه كل الامور المتعلقه بالتحضيرات للمعسكر. احمد عبد القادر نجم فريق الاهلي، محمود كهربا، نتمنى له يا رب موسم جديد وبدايه موفقه لكهربا مع النادي الاهلي. دي كانت اللقطات اللي في مطار القاهره، وكلنا عارفين ان الجهاز الفني كان محدد توقيتات محدده، مروان عطيه كمان، يعني التجمع امتى الساعه كام؟ كان التجمع حوالي الساعه 10 صباحا، ميعاد التواجد داخل المطار. قدامنا كمان عدد من لاعبي قطاع الناشئين، زعلوك واكثر من لاعب، وكمان كريم الدبيس موجودين في الفريق الاول. كلنا عارفين كمان ان القائمه الافريقيه خلاص هترسل خلال ساعات، فانت قائمه الفريق الاول بتتكلم في حوالي 28 لاعب او 27 لاعب بعد اعاره احمد قندوسي عضو الجهاز الفني الجديد السويسري اللي انضم لصفوف الجهاز الفني. الجاليه المصريه، والجاليه المصريه في اي مكان لما بتسمع بس ان الاهلي جاي هيعمل مباراه وديه ولا مباراه رسميه، ان تلاقي الناس جايه من كل حته. فمجرد ما الناس عرفت بس الاهلي هيعمل معسكر اعداد في النمسا، على طول الجاليه عرفت فندق الاقامه، عرفت الخط سير الفريق، فكانت على طول موجوده مع الفريق. وبالتاكيد يعني بتبقى حاجه بتسعدنا وبتشرفنا ان يكون موجود او عدد كبير جدا من جماهير الاهلي بتكون موجوده لاستقبال الفريق. في ناس بتسافر بتعمل معسكرات اعداد، لا بتسمع عنها حاجه ولا بتشوف لها صوره، ولكن مجرد ما الاهلي بيسافر زي ما انتم شايفين كده الاستقبال والجماهير، الشباب والبنات والرجال والسيدات، كل بيبقى حريص على استقبال الاهلي، وبالزي بقى كل واحد رايح بتيشيرت الاهلي وعلم الاهلي لتشجيع الفريق ومؤازرته في معسكر الاعداد اللي هيكون افضل توقيت وافضل اعداد قبل اول مباراه رسميه مع اتحاد العاصمه الجزائري. اللحظه دي على فكره بتبقى من اسعد اللحظات اللي عند جماهير الاهلي لما بتستقبل فرقه الاهلي. عارف انت المشجع او المواطن اللي بيكون متغرب عن بلده، مجرد بس ما بتيجي حاجه كده من ريحه مصر، ما بالك بقى بالاهلي، بيبقى رد الفعل عنده غير طبيعي. انا في سفريات كتيره والله يا جماعه شفت الكلام ده، في ناس بتسيب اشغالها وفي ناس بتسخر كل وقتها لدعم الاهلي، عربياتها وكل تحركاتها وعلاقاتها، كل ده بتسخره من اجل النادي الاهلي، بتقدم خدمات. يعني شوفوا انتوا محتاجين ايه واحنا معاكم، احنا معاكم في اي تحرك، رايحين للتمرين، رايحين للماتش، في المعسكر مثلا، في فندق الاقامه، في صاله الجيم، اي لعيب محتاج اي حاجه. الجماهير مش رايحه بس تشجع وتساند، لا والله يا جماعه انا شفت ناس والله بتفضي نفسها
فترة الأسبوع أو العشر أيام اللي فيهم الأهلي موجود في مثلا في النمسا، في جنوب إفريقيا، في تونس، في المغرب، موجود بس لخدمة النادي الأهلي، النادي والمكان اللي بيشجعه، فعايز يكون موجود معاه. أي حاجة أنت محتاجها الراجل بيوفرها. ما بالك كمان بقى لما بتروح في أفريقيا، بتروح الكاميرون، بتروح الكوت ديفوار، بتبقى فيه معاناة في حاجات كتيرة قوي، بتلاقي الناس موجودة. يعني أنا فاكر في مرة من المرات عدد من الموظفين والعاملين في شركة المقاولين العرب شغالين وعندهم يعني منشغلين بحاجات كتيرة جدا، بيفضي نفسه وقت سفر الأهلي أو إقامة الأهلي في الكاميرون مثلا وموجود مع الأهلي. الجهاز الفني محتاج حاجة، خطوط تليفون، مشكلة في الإنترنت، مشكلة مثلا في بعض الحاجات اللي لها علاقة بالمواد الغذائية، نتيجة طبعا انتوا عارفين الدول الإفريقية بيبقى فيها بعض المشاكل اللي زي دي، التنقلات، العربيات، السيارات قليلة، الناس بتبقى حريصة تكون موجودة مع الأهلي. فدي لقطة كانت مهمة جدا، لازم نتكلم على دور جمهور الأهلي لما بيكون الفريق متواجد في أي مكان. الجهاز الفني على فكرة مجرد ما وصل النمسا عارف برنامج الفريق من النهاردة لغاية يوم العودة يوم 6/9، في جدول بالكامل الجهاز الفني محضره عشان الفترة اللي جاية. النهاردة تدريب استشفى بسيط، بكرة تدريب صباحي مسائي، بعده تدريب صباحي مسائي، مثلا في مباراة ودية يوم الأربعاء مثلا يبقى تدريب الثلاث تدريب خفيف والمباراة الأربعاء، لو المباراة يوم الخميس تدريب الأربعاء يكون تدريب خفيف والمباراة يوم الخميس. برنامج بالكامل معد ومجهز من مارسيل كولر وأفراد الجهاز الفني المعاون لغاية ميعاد العودة يوم 6/9. فنتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي في هذا المعسكر، كل اللاعبين بلا استثناء موجودة في المعسكر عشان تستعد للموسم الجديد. ما شفناش الأجواء دي من حوالي 3-4 سنين، يعني آخر معسكر للأهلي كان في أسبانيا للأسف، بعدها كان في ضغوط وكان في ماتشات وكان في التحام في المواسم، مواسم كلها مكملة في بعضها، ما كانش فيه حتى يعني فرصة اللي انت تلتقط الأنفاس. الموسم اللي فات يعني لما حسيت ان الدوري رايح في سكة معينة خدت قرار وقلت أجازة للتشكيلة الأساسية والفريق الأول، ريحوا أجزوا، النتيجة ان الفريق خد 5 بطولات الموسم الحالي. فبالتالي نفس الأمر، خلصنا الموسم الحمد لله في أول 8، خدنا أجازة 3 أسابيع، فترة إعداد واستعداد للموسم الجديد، وعلى بركة الله تبدأ من اليوم، وكل التوفيق يا رب للأهلي في بداية المشوار أمام اتحاد العاصمة الجزائري. دي كانت جزئية أولى متعلقة بمعسكر فريق النادي الأهلي. الجزئية الثانية وده خبر مهم متعلق باجتماع بيريرا رئيس لجنة الحكام مع الحكام امبارح. كنا عارفين ان القائمة الدولية المفروض في معسكر للنخبة دلوقتي والحكام المرشحة عشان يتم التحضير لإعداد القائمة الدولية وإرسالها للفيفا خلال الشهر اللي جاي. على هامش المعسكر فيتور بيريرا زار المعسكر امبارح وعمل اجتماع مع الحكام، واجتماع مغلق، اجتماع مغلق. بيريرا لم يسمح لأي فرد من خارج الحكام، معسكر الحكام واللجنة إن يحضر هذا الاجتماع، لدرجة إن عمل الاجتماع لوحده، ما كانش معاه أي حد من لجنة الحكام. عارفين طبعا ان لسه في تشكيل للجنه وفي تشكيل هيتقدم في جلسه اتحاد الكوره اللي كانت المفروض تبقى النهارده، اتاجلت للخميس اللي جاي عشان النهارده اتحاد الكوره مشغول شويه في احتفال منطقه الاسكندريه بالمئويه. يمكن كل سنه ومنطقه اسكندريه وكل الرياضيين في اسكندريه وهم طيبين، النهارده مئويه منطقه اسكندريه، في يعني منطقه اسكندريه اقدم من اتحادات عريقه في القاره الافريقيه في السنوات الاخيره، فدايما كده الكره المصريه الحمد لله بيبقى ليها تاريخ كبير جدا. عموما عشان ما تفرعش واروح لنقط تانية، بيريرا كان حريص النهارده، حريص امبارح ان يعمل اجتماع مع الحكام لوحده، ما يكونش معاه اي حد من اللجنه، رغم ان في كابتن احمد ابو العيله، كابتن محمد فاروق، لكن هو كان حريص ان يقعد مع الحكام لوحده واتكلم مع الحكام بكل صراحه. مشاكلكم ايه؟ الموسم الجديد عايزين نعمل ايه؟ التصنيف ازاي؟ ولكن الحكام لما ردوا على مشاكلهم وقالوا له يعني على مشاكلهم، قالوا له مشكلتنا في المستحقات. قال لهم مش بتاعتي، ما تكلمونيش عن المستحقات. قالوا له بس ايام فتره كلاتنبرج كان بيحصل كذا كذا كذا، كنا مثلا بنتاخر عدى مثلا 3 اسابيع ما قبضناش الاسابيع ديت، فبنكلم كلاتنبرج، كان بينزل يكلم الناس في الاتحاد، كان على طول الفلوس بتتحول. ضايق شويه يعني بيريرا الجزئيه دي، ضايق شويه من الجزئيه دي، وقال لهم انا ماليش علاقه بحد غيري، انا كلموني على الشغل الفني، لو في مشكله في موضوع المستحقات انا اجيب حد من الاتحاد يقعد معاكم. طبعا الجزئيه دي يمكن عملت حساسيه شويه ما بين بيريرا والحكام، واقول لكم بصراحه يعني بيريرا برضو حاسس كده وعنده شعور وقال الكلام ده للمقربين منه، يعني
ان هو شايف ان الحكام مش مقتنعه باجتماعاته وشغله، واتكلم حتى معاهم في الامور الفنيه، قالوا له احنا في حاجات بنشوفها في معسكرات الفيفا والكاف وفيها تعليمات مخالفه شويه عن اللي احنا بنسمعه لما بنعمل معسكرات في مصر، فدي جزئيه فنيه اتكلموا فيها مع بيريرا. عموما عشان ما اطولش عليكم في الجزئيه دي، واحنا كل يوم بنحاول نقرب من الكواليس عشان نعرف ازاي الناس بتستعد للموسم الجديد، عشان ما نتفاجئش لما الموسم الجديد يبدا ونلاقي فيه مشاكل ما نبداش ندور، لا نبقى عارفين اللي بيحصل. وحضراتكم اكيد معانا لازم تبقوا متابعين يوميا المستجدات. عموما اتكلموا معاه في موضوع المستحقات، هو اتضايق زعل قال لهم مش بتاعتي، انا هكلم مسؤول في الاتحاد يجي يقعد معاكم. وفعلا حصل الكلام ده وبلغ مسؤول الاتحاد، والنهارده فعلا الاستاذ وليد العطار اجتمع مع الحكام. قبل ما اروح للجزئيه دي، بيريرا امبارح مع الحكام بيقول لهم طب انتوا عندكم مشكله في المستحقات، اللي عنده مشكله في المستحقات ما يحكمش، ما ينزلش يصفر. انا حتى عامل لائحه وكاتب فيها كده، اي حكم ما خدش مستحقاته ما ينزلش الملعب. فالحكام رد عليه قالوا له نقطه مهمه جدا، قالوا له احنا ما نقدرش نعمل ده في مصر، يعني احنا بنحافظ على المسابقه، شكل المسابقه، ما ينفعش نعمل يعني ازمه للرابطه او نعمل ازمه للانديه والشكل العام للكره المصريه ما يبقاش يعني بالشكل ده لو احنا ما نزلناش وحكمنا، والمسابقه ممكن تبوظ والشكل العام للكره المصريه مش هيبقى كويس. حتى هو لما اقترح قال لهم خلاص اللي ليه مستحقات ما يحكمش، بره في اوروبا بيحصل كده، ولكن وضعنا هنا بيختلف شويه عن الجزئيات دي. عموما النهارده الاستاذ وليد العطار قعد مع الحكام وقال لهم ايه؟ هنحاول نصرف فلوس قبل بدايه الموسم، يعني بدايه الموسم خلاص احنا بنتكلم في حوالي 3 اسابيع، الموسم لو بدا يوم 20/9 مثلا بنتكلم باقي حوالي 3 اسابيع او 25 يوم، فهنحاول نصرف جزء من الفلوس قبل بدايه الموسم. ولكن ما ادهمش اجابه قاطعه على مساله المستحقات اللي وصلت لحوالي دلوقتي 30 مليون جنيه، لان الحكام في الدوري الممتاز ما خدوش مستحقاتهم من الاسبوع ال 13. الدوري العام حوالي 37 حوالي كام؟ 34 اسبوع، يعني بنتكلم في 20 اسبوع في مستحقات ما اتدفعتش للحكام، سواء حكام الساحه، الحكام المساعدين، حكام تقنيه الفيديو الفي ار، كل دول ما خدوش مستحقاته. فكلام وليد العطار معاهم النهارده يعني ايه؟ هدى الامور شويه، والحكام هتستنى وتشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. الجزئيه بقى المهمه اللي عايز اختم بيها الملف ده، ان اجتماع الخميس الجاي اتمنى ان التشكيل اللي هيعرضه بيريرا يكون فيه اختصاصات مهمه جدا. اولا واهمها، انا مش مهم معايا مين نائب رئيس اللجنه، والتعيينات عرفنا ان بيريرا هو اللي هيشتغلها، يعني هو اللي هيعملها بنفسه، هو اللي هيعين حكام الدوري الممتاز، وده شيء كويس، هنشوف هيشتغلوا ازاي وهيجيب مين معاون معاه في الجزئيات دي. ولكن انا اللي يهمني حاجتين، اللجنه الفنيه واعضاء اللجنه يبقوا ناس محاضرين في الكاف والفيفا، ناس بتدي محاضرات، مش ناس اساسا لا واخده كورسات ولا واخده دراسات ولا من الحاجات دي كلها، زي السنه دي، يعني السنه دي اللي كان بيعين الحكام لا عمره دخل كاف ولا عمره راح فيفا ولا نزل حكم ماتش في حتى بطوله وديه للاتحاد الافريقي، ما حصلتش. فلما يعين هو ما عندوش الخلفيات، لانه كمان عمل مشاكل حتى مع اتحادات عربيه في استدعاءات حكام دوليين، وكان مشاكل غريبه جدا يعني حصلت الفتره اللي فاتت تنم عن قله خبره او ما فيش خبره في مساله المباريات الدوليه وحكمه التعامل مع الحكام الدوليين تحديدا يعني. ولكن اللي اتمناه الفتره الجايه اللجنه الفنيه، اعضاء اللجنه تكون ناس خبيره، ناس فعلا سافرت وحكمت مباريات دوليه، ناس ليها باع طويل في المباريات القاريه، محاضر في الكاف، محاضر في الفيفا، خد كورسات على الاقل او دراسات. الحاجه الثانيه والاهم، المسؤول عن تقنيه الفيديو يكون حد فعلا يستحق ان يكون في المكان ده، لان تقنيه الفيديو السنه اللي فاتت واللي قبلها الكوارث كلها كانت جايه من عربيه الفار، كل الكوارث كان جايه من عربيه الفار. فالمسؤول اللي هيكون عن الجزئيه دي ايا كان بقى يجي كابتن تامر دري، وهو من المحاضرين بتوع الفيفا، حد دلوقتي الفيفا بيعتمد عليه في الكورسات، ممكن على فكره يجي مكان عصام عبد الفتاح في كورس الفيفا السنه الجايه، ممكن يبقى عصام هو اللي مكمل السنه الجايه، هم دول الاثنين من مصر اللي بيمثلونا في محاضري الفيفا. فعايزين حد بخبرات كبيره يقدر يشتغل في موضوع تقنيه الفار، عشان السنه الجايه مش هنتقبل اخطاء كارثيه تاني في مفهوم بروتوكول الفار. يعني كفايه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، الناس اتعلمت والناس خدت ماتشات كتيره وابتدت خلاص تبقى عارفه الفار بيدار ازاي. فالسنه الجايه محتاجين حد بقى يجي
يدي تعليمات صح، لا يقول روح البروتوكول ولا يعني روح الاحتواء والكلام اللي كنا بنسمعه في الفتره اللي فاتت، يجي عارف تعليمات مظبوطه. لما الحكام تقعد مع رئيس اللجنه تقول له احنا بنسمع تعليمات هنا مخالفه لبره، لا عايزهم يسمعوا هنا زي بره. فاتمنى ده يحصل خلال الفتره اللي جايه، ويكون بيرا مجهز التشكيل بتاعه في اجتماع الخميس المقبل باذن الله. طيب حاجه ثالثه واخيره قبل ما اطلع لفاصل، الاستاذ عامر حسين عضو اتحاد الكره والمشرف على اداره المسابقات كان ادلى بتصريحات مهمه جدا امبارح. اولا اتكلم على نظام الدوري وقال دوري المجموعتين مرفوض تماما، وانا اتفق معاه في هذه الجزئيه لانه فعلا دوري غير عادل وبيقلل من القيمه التسويقيه والاعلانيه للدوري. فبالتالي هو شايف انه هيقدم مقترح ان الدوري يتلعب دوري من دور واحد. دوري من دور واحد يعني هم دلوقتي 18 فريق، كل فريق هيلعب 17 مباراة، كل فريق هيلعب 17 مباراة. طيب بعد كده هتاخد أول 8 تعمل بيهم تصفية أو مسابقة على مين هو بطل الدوري، وبعد كده تاخد كمان الفرق الأخرى اللي هم الـ8 اللي في المراكز الأخيرة تعمل بيهم دورة لتحديد الهابطين. ولكن لما تخلص الدور الأول اللي هو دوري من دور واحد 17 مباراة، كل فريق هيلعب 17 لقاء، فبالتالي عدد النقاط اللي انت حققته في دوري من دور واحد هتطلع بيه لدوري التصفيه النهائيه. يعني مثلا النادي الاهلي في الدوري من دور واحد لعب 17 لقاء، جاب في ال 17 لقاء مثلا يعني 50 نقطه 40 نقطه، يطلع بالنقاط دي للدوره الاخيره او التصفيه النهائيه مع 7 انديه اخرى، وبالتالي يلعبوا مع بعض مباريات من دور واحد. يعني انت هتلعب في التصفيه النهائيه 8 فرق، كل فريق هيلعب 7 ماتشات، فيبقى لعب 7 ماتشات ولعب 17 ماتش، التوتال كله عدد المباريات 24 لقاء، ولكن عدد النقاط اللي حققتهم في ال 17 لقاء هتطلع بيهم مع السبع مباريات في دور التحديد بطل الدوري. تكمل بقى على 50 53 56 55 على حسب عدد النقاط اللي تحققهم، وفي النهايه يكون في بطل للدوري. ونفس الامر في تحديد الهابطين، دي وجهه نظر والاقتراح اللي هيقدمه الاستاذ عامر حسين في اجتماع الرابطه اللي لسه مش عارفين هيكون امتى. طيب اتسال كمان هل ممكن يتم التصور ده ويتطبق؟ قال لهم انا هعرض الامر على رابطه الانديه والرابطه هتتواصل مع الانديه ونشوف القرار النهائي. معلوماتي ان انديه كتيره جدا رافضه اصلا فكره دوري من دور واحد، عايزه تلعب الدوري بنفس النظام الحالي، دور اول ودور تاني. طيب سالوا الاستاذ عامر حسين كمان على نظام بطوله كاس السوبر المصري للابطال. مفيش حاجه اسمها كاس النخبه على فكره، في حاجه اسمها كاس السوبر المصري للابطال. كاس السوبر المصري للابطال هيكون من خلال مشاركه 4 فرق، ده طبقا لتصريحات الاستاذ عامر حسين، ولغايه دلوقتي احنا لسه مش عارفين مين الفرق اللي هتشارك في البطوله لغايه دلوقتي. طيب سالوه لماذا لا يرد اتحاد الكره على الاهلي بشان تحديد موعد كاس السوبر المصري، رد وقال قال هناك عدة أمور غير واضحة، حتى الآن لا أعرف سبب تأخر الاتحاد الإفريقي في عدم تحديد أمور متعلقة بالمباريات الإفريقية. قال نظام بطولة السوبر سواء بنظام خروج المغلوب أو في شكل دورة مجمعة ده لسه ما اتفقناش عليه. قال في ارتباطات كتيرة جدا للأهلي خلال الفترة اللي جاية، فمستنيين حاجات كتيرة تتضح في الفترة اللي جاية. تصريحات المسؤولين في الاتحاد لغايه دلوقتي انا شايفها يعني تصريحات دبلوماسيه، مش يعني تصريحات قاطعه تقول لك في قرار بكذا هنعمل كذا، كاس السوبر القديم وضعه كذا هنلعب الكاس الجديد بالوضع كذا، الفرق المرشحه في كاس السوبر الابطال كذا وكذا وكذا. لا، الكل بيحاول يهرب من الاجابه، ومحدش عايز يبعت للاهلي موقف رسمي خلال الفتره اللي جايه. ليه؟ أعتقد الأيام اللي جاية هتكشف عن تفاصيل كتيرة، وده أكبر دليل يؤكد لاتحاد الكرة لغاية دلوقتي ما خدش قرار في عقوبة الفريق اللي انسحب من مواجهة الأهلي في السوبر الماضي، اللي جه شارك مداره بيراميدز ولعب أمام الأهلي وفاز الأهلي عليه في بطولة السوبر على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. طالما ما فيش عقوبة هنعرف ليه الاتحاد مش قادر يرد، الأمر واضح يعني. اخر حاجه في تصريحات الاستاذ عامر حسين قال، ودي بقى كانت غريبه بالنسبه لي، ان التصريح اللي قاله ده اصلا مش صح خالص. قال لك رئيس الكاف كان صرح وقال ان اللي هيشارك في الدوري الافريقي
اللي هيشارك في الدوري الأفريقي سيبدأ دوري الأبطال من دور المجموعات، وسيتم إعفائه من الدور التمهيدي الثاني. أستاذ عامر حسين بيقول رئيس الكاف قال كده، لكن أستاذ عامر بيقول إن هو فوجئ بمشاركة الأهلي في الدور التمهيدي الثاني. هو أولا رئيس الكاف مش دفاعا على باتريس موسيبي، بس رئيس الكاف والله ما صرح وقال الكلام ده، إحنا اللي قلنا الكلام ده، إحنا كمعلومات قلنا الكلام ده، والكلام ده كان من مسؤولين في الشركة الإيطالية اللي عملت اجتماعات مع الأندية خلال الزيارات اللي تمت في الشهور اللي فاتت. وأنا سألت حد حتى في الشركة الإيطالية على موضوع إزاي الفرق اللي هتشارك في السوبر ليج هتلعب دوري أبطال، قال الفرق اللي هتشارك في السوبر ليج هتلعب من دور المجموعات على طول، ده اقتراح هنقدمه للكاف، ولكن رئيس الكاف يا حاج عامر ما قالش الكلام ده، احنا هنا اللي كنا دايما بنقول المعلومات دي لغايه لما نشوف القرار الرسمي، والقرار الرسمي اللي طلع بدل ما يعفي الانديه من المشاركه في الادوار التمهيديه راح لغى ملحق الكونفدراليه عشان يدي فراغ في الفتره دي لاقامه السوبر ليج، وفي نفس الوقت عشان يبقى في تكافؤ فرص فكل الفرق تلعب من الادوار التمهيديه الاولى. انيمبا لاعب الدور التمهيدي الاول، خرج على فكره امام اهلي بنغازي، الاهلي هيلعب الدور التمهيدي الثاني زي الوداد زي الترجي زي سان داونز، يعني كل الانديه عشان تكافؤ الفرص، فكانت معلومات واقتراحات ولكن رئيس الكاف ما صرحش بيها يا حاج عامر، ده بس للتصحيح واحنا بنستعرض تصريحات الاستاذ عامر حسين. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند. عندنا تفاصيل النهارده في السوشيال ميديا لان المواقع النهارده لا حديث سوى عن اخبار الاهلي. نطلع نشوف آخر أخبار الترند. الفرص اللي احنا بنخلقها كبيرة جدا. طيب عشان وقتنا بيجري مع حضراتكم بسرعه نروح لاخر اخبار الترند، والبدايه بترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي بحساب يلا كوره، وبيتكلموا على ان الاهلي يستهل معسكر النمسا بمواجهه مارفريك النمساوي. هو احد فرق الدرجه الثالثه في النمسا، وكان اعلن امبارح في بيان عبر صفحته على الفيسبوك ان هيواجه الاهلي في مباراه وديه يوم الاربعاء الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره، ولكن مكان المباراه لم يتم تحديده حتى الآن. قال إن الفريق هيلعب ضد الأهلي بطل الدوري 43 مرة، الفائز بدوري أبطال إفريقيا 11 مرة، يمكن الفريق النمساوي قال إن هم نحن سعداء جدا بمواجهة هذا النادي الكبير ومنح لاعبينا هذه الفرصة الفريدة للعب ضد مثل هذا الفريق. المعسكر مستمر حتى يوم 6/9، نتمنى يا رب بإذن الله يكون معسكر موفق لمارسيل كولر واللاعبين في الفترة اللي جاية. طيب نروح لليوم السابع، وبيتكلموا على خطة تأهيل المصابين اللي كولر هيشتغل عليها مع الجهاز الطبي في معسكر الأهلي بالنمسا قبل الموسم الجديد. طيب احنا عندنا ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، عندهم إصابات وكل واحد طبعا بتختلف إصابته عن الآخر، ولكن السولية يمكن إصابته هي اللي هتاخد وقت أطول، ولكن في خطة تأهيل للمصابين في المعسكر ده. كمان في نقطة مهمة متعلقة بأكرم توفيق وكريم فؤاد. أكرم الحمد لله دخل في التدريبات مفيش مشكلة، لكن كريم فؤاد هيتعمل اختبار ليه هناك قبل ما ينزل الملعب. لو نجح في الاختبار الطبي اللي هيتعمل من دكتور تامر يقدر يشارك في المباريات والتدريبات. لو شاف إن الاختبار الطبي لم يسفر عن يعني مستجدات تسمح لكريم فؤاد إن يشارك في التدريبات هيفضلوا يأخروا التوقيت اللي هينزل فيه كريم للتدريبات والمباريات في الفترة اللي جاية. عشان كده كولر في إطار التحضير في المعسكر واخد كل الفريق عشان يبقى في اجتماعات وتحضيرات للفترة اللي جاية، عشان لما يرجع من النمسا يبقى الراجل شايف قدامه على الخريطة
مين المجموعه اللي هتكون جاهزه لماتش اتحاد العاصمه؟ مين المجموعه اللي ممكن استنى عليها شويه؟ مين المصابين اللي ممكن يرجعوا بسرعه في الفتره اللي جايه؟ نتمنى بس يا رب المعسكر يعني يبقى فيه هدوء وتركيز والكل يعمل افضل ما عنده. ودايما احنا بنشوف معسكرات الاهلي بيضرب فيها المثل في التحضير بشكل جيد والاستقرار بشكل جيد وكمان التركيز والالتزام بشكل مناسب. حساب اليوم السابع، الاهلي يترقب رد المنتخب على طلب اعفاء لاعبين دوليين من معسكر شهر 9. كلنا عارفين ان الاهلي كان ارسل اتحاد الكره خطاب بيتكلم فيه على موضوع اعفاء اللاعبين. المنتخب تاهل الى كاس الامم، مباراه اثيوبيا هي مباراه تحصيل حاصل، مباراه تونس هي مباراه وديه يوم 12/9، لقاء السوبر للاسف بعد لقاء تونس ب 48 ساعه. فعشان ضيق الوقت الاهلي بيحاول قدر الامكان يتفق مع المنتخب على فكره ان يتم اعفاء لاعبي الاهلي. المفروض بكره روي فيتوريا هيحدد اسماء اللاعبين المحليين اللي هتشارك في المعسكر. هل هيعلنها بكره؟ هل هيأجلها للخميس؟ ده هنشوف الفتره اللي جايه. هل ممكن يعمل اتصالات مع كولر عشان يشوفوا ايه اللي ممكن يحصل؟ ده هنستنى ونشوفه خلال الساعات اللي جايه. طيب، حساب كره بلس بيتكلموا على ملامح قائمه الاهلي امام اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي وخطه كولر. النهارده الاثنين 28/8 الاتحاد الافريقي طلب النهارده تتبعه قائمه اللاعبين اللي هتشارك في المباراه بالاضافه الى 7 من افراد الجهاز الفني والاداري والطبي. هي امر متعلق بس بفكره يعني تحضير التاشيرات في المملكه العربيه السعوديه، القايمه اللي هتكون موجوده سواء لاعبين او جهاز فني، عشان دي القايمه اللي هتبقى موجوده على منصه التتويج. على فكره انت في قايمه افريقيا لو عندك 40 لاعب ولعبت في السوبر ب 18، اللي بياخد الميداليه واللي بيقف على الستيج وبيتصور صوره تذكاريه واللي بيشيل كاس البطوله او حتى لا قدر الله لو ياخد الميداليه الفضيه هم ال 18 لاعب بس. حتى الاتحاد الافريقي لما بيطلع الميداليات التذكاريه بتاعه البطوله بتبقى 18 ميداليه على قد اللعيبه اللي موجوده في المباراه بالاضافه الى 7 من افراد الجهاز الفني والاداري والطبي. طلبت ميداليات زياده لاعضاء من الجهاز بتخطر الكافيه بيها وبتدفع ثمنها عشان تستلمها. عموما ال 18 كره بلس بيتوقعهم، بيتوقع ال 18 لاعب. مين؟ مصطفى شوبير، محمد الشناوي، هاني معلول، ياسر عبد المنعم، رامي ربيعه، اليو ديانج، وكريم كريم نيدفيد، مروان عطيه، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، وطاهر، واحمد عبد القادر، وبيرس تاو، ورضا سليم، وفي الهجوم كهربا وصلاح محسن. دي ال 18 اللاعب او دول ال 18 لاعب اللي كوره بلس توقع ان يكونوا قائمه مباراه اتحاد العاصمه. بكره وخليكم بس فاكرين معايا، بكره الثلاث ان شاء الله هحاول اجيب لكم تفاصيل جديده متعلقه بالسوبر الافريقي، لان انا عارف ناس كتيره قلقانه. طب لا قدر الله لو في لاعب تعرض لاصابه، وده وارد في الكوره وفي عرف الكوره وارد، وانت في معسكر في مباراه وديه في تدريبات بتحصل. طب لا يعني وارد جدا الاهلي مثلا يتعاقد ويبرم صفقه خلال الساعات اللي جايه بعد يوم الاثنين، هل ممكن تلعب مباراه السوبر؟ بكره عندي تفاصيل مهمه في الملف ده هشرح لحضراتكم ايه اللي هيحصل في الساعات اللي جايه، لان الكاف بيحاول يعمل بعض التعديلات لفكره مشاركه اللاعبين في لقاء السوبر اللي جاي. طب نروح لحساب الوطن سبورت، بيقول ان كولر يوجه صدمه لامام عاشور قبل السوبر الافريقي. طبعا الزملاء في الوطن سبورت بيتكلموا ان ميعاد القايمه النهارده يتبعت، فبالتالي صعب امام عاشور يلحق، لان كولر مش هيقدر يحسم من النهارده امام هيكون جاهز ولا مش جاهز. فشايفين ان بما ان كولر بدا يرتب اوراقه لحسم القايمه، فقرار استبعاد امام عاشور من حساباته الفنيه في المباراه قريب جدا، لان لسه اللاعب ما انتظمش في التدريبات الجماعيه. انا بقول لهم استنوا بس لغايه بكره، لان وارد جدا وارد جدا بعد 4-5 ايام من مشاركه امام عاشور يقدر الاهلي يستفيد بامام عاشور في ماتش السوبر. بكره نشرح التفاصيل بشكل افضل عشان لما يكون معانا داتا كامله ومعلومات كامله. حساب كوره بلس، مصدر لكوره بلس، الاهلي يضع جون ايبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا ضمن حساباته. مصدر صرح لكوره بلس وقال لهم ان الاهلي وضع جون ايبوكا ضمن حساباته في حال لم ينجح في ضم احد المهاجمين المعروضين على مارسيل كولر. هنستنى يعني ايه ايام او ساعات عشان في تفاصيل في الحاجات دي مش محتاج اكد او انفي. لما تطلع المعلومه بشكل رسمي هتلاقوا ان في حاجات كتيره بتتقال دلوقتي مش غلط، مش مطروحه من الاساس. حساب بطولات، محمد عبد المنعم امبارح لما تم اختياره كافضل مدافع مع ياسر ابراهيم اتكلم على
نصيحة كوليبالي لاعب منتخب السنغال واللي كان محترف في إيطاليا، واتكلم على كوليبالي نصحه بإيه في موضوع الاحتراف. كلنا فاكرين اللقطة الشهيرة اللي كانت في فاينل كأس الأمم في الكاميرون ما بين مصر والسنغال، وبعد فوز السنغال للأسف بالبطولة كان في لقطة ما بين كلاودي كوليبالي مع محمد عبد المنعم، اتكلم معه وقال له أنت لعيب صغير في السن، أديت بطولة مميزة جدا، حاول تحترف. فدي كانت أبرز المعلومات اللي اتكلم فيها أو الكلام اللي اتكلم بينه كوليبالي مع محمد عبد المنعم. ياسر إبراهيم كمان في اختياره اتكلم إن هو قدم موسم استثنائي، سعيد جدا بالجائزة، قال عايز أحقق كل شيء مع النادي الأهلي، قال كمان عايز أكمل مسيرة وأنافس على البطولات مع النادي الأهلي. أشكر جمهور الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. آخر حاجة في ترند الأهلي، كابتن سار عبد الحفيظ مدير الكورة امبارح كان موجود وخد جايزة أفضل مدير كورة في الدوري المصري، وحساب المصري الرياضي نقل تصريحات الكابتن سيد، وده كان أول تصريح وأول ظهور للكابتن سيد عبد الحفيظ بعد قرار تعيين الكابتن خالد بيبو وتوجيه الشكر للكابتن سيد. الكابتن سيد قال سأظل فخور دائما لأن أنا خريج مدرسة النادي الأهلي، المدرسة الأهم لأي رياضي. أنا عشت لحظات وأمجاد لا يمكن نسيانها تحت سماء القلعة الحمراء. قال أشكر لاعبي الأهلي من كل قلبي، أتمنى لهم التوفيق. قبل أي شيء أشكر جمهور الأهلي العظيم الذي يعلم دوره ومساندته لناديه. كابتن سيد قال جملة مهمة جدا، قال عظمة النادي الأهلي تأتي دائما من مواقفه، فالنظام والمبدأ هما من يحصدان الألقاب وليس العكس. وعلى مدار فترة طويلة من سنة 89 كنت محظوظ أن أكون خريج مدرسة الأهلي. وجه رسالة وقال أشكر كل من ساعدني في مراحل عمري سواء مجالس إدارة أو أجهزة فنية. قال كمان أشكر كل من اتفق أو اختلف معي، مدرسة الأهلي كانت وما زالت ستظل هي المدرسة الأهم في حياة أي إنسان. من الأمور المهمة اللي اتعلمتها إن بطولات الأهلي وصلت 148 بطولة بتزيد من الشعبية والمكانة، لكن الأهم عندي إن عظمة الأهلي تأتي من مواقفه. يعني كلام أكبر رد على من حاول أن يصدر إن في أزمة ما بين الكابتن سيد أو مسؤول النادي الأهلي. وارد جدا أنت كمسؤول نفسك تفضل في النادي الأهلي، حقك أكيد زي اللاعب اللي بيشارك في المباريات لو قعد على الدكة بيزعل عايز يلعب، لكن في النهاية مبدأ الاحترام واحترام التقاليد ومبادئ النادي دي مهمة جدا. الناس كلها كانت بتتكلم إن الكابتن سيد وتصريحات وفي بيتجات اتعملت وكلام كتير اتقال، دلوقتي شفنا صوت وصورة. كابتن سيد لما امبارح خرج وتم تكريمه كأفضل مدير كورة، أهم الكلام اللي قاله عن مبادئ الأهلي وقيم الأهلي والفترات اللي اشتغل فيها مع النادي الأهلي. طب نروح للترند المحلي، وبتمنى التوفيق للكابتن سيد في خطواته اللي جاية. إنسان على المستوى الشخصي إنسان رائع جدا، إنسان مميز جدا، إنسان محترف ومحترم بشكل مميز جدا، نتمنى له التوفيق، وإنسان نجح بشكل كبير في منصبه خلال السنوات اللي فاتت من أول ما تولى منصب مدير أكاديمية الأهلي في المنصورة، ثم في لجنة الكورة مع الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب، وكمان مدير كرة في النادي الأهلي عبر سنوات طويلة في الفترة اللي فاتت. ترند المحلي، ملعب القاهرة 24، فيتوريا يتواصل مع بيراميدز قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لهذا السبب. برضو فيتوريا زي ما تواصل مع كولر في الفترة اللي فاتت تواصل مع بيراميدز عشان يشوف جاهزية فريق بيراميدز. المعسكر ده مشكلته انه جاي بعد فترة اجازة، فالراجل ما شافش لعيبة واللعيبة راجعة من اجازة، فعايز يطمن على حالة كل لاعب لغاية لما يشوف القائمة اللي هيختارها خلال الساعات اللي جاية. طيب اليوم السابع، فيتوريا يرفض مواجهة كوستاريكا وديا في اكتوبر. الراجل معروض عليه مباراتين في شهر 10، مباراة منهم مع الجزائر ومباراة اخرى لم يتم تحديد طرفها. اتعرض عليه كوستاريكا ولكن رفض لانه عايز يلعب يبدو كده مباراة افريقية او مستوى اقل من مستوى الجزائر. طيب ملعب القاهرة 24 بيقولوا اجتماع منتظر، مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة تغيير نظام الدوري للموسم الجديد. كلمت في بداية الحلقة والتصريحات الحاج عامر حسين على موضوع القايم الدوري اللي هيحصل فيه الفترة اللي جاية، يعني لما نشوف بس الاول الرابطة هتجتمع امتى، والقصة في النهاية مش في ايد اتحاد الكرة، هي القصة في النهاية في ايد رابطة الاندية مع أندية الدوري الممتاز. طيب سؤال الحلقة، بما أن قرعة السوبر ليج يوم السبت اللي جاي أونلاين، فمين الفريق اللي ممكن يواجه الأهلي؟ إنيمبا، سيمبا، بيترو أتلتيكو ولا مازيمبي؟ هاني بيقول أتمنى مواجهة إنيمبا،
هو يعتبر حاليا اضعف الفرق الثمانيه، لسه خسران 4 من اهلي بنغازي وفعلا خرج من الدور التمهيدي الاول. تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد، شكرا ليك يا استاذ هاني. استاذه ملك بتقول مساء الخير، اتوقع سيمبا التنزاني، بس المهم دلوقتي موقف اللاعبين من المنتخب وايه اللي هيحصل خلال ساعات ان شاء الله او خلال 48 ساعه، حاجات كتير هتتضح. استاذنا ناصر بيقول اتوقع انيمبا او سيمبا والاهلي هياخد البطوله من سان داونز في النهائي. اهلاوي انا والفخر ليا، يا رب ان شاء الله. سان داونز وشه حلو على الاهلي على فكره. استاذه جمال، انيمبا او مازيمبي ان شاء الله السوبر اهلاوي، كله عايز انيمبا بعد ما خسر من اهلي بنغازي 4. هبه بتقول اتوقع سيمبا التنزاني يكون منافس الاهلي، واتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ويحصد يعني بطوله جديده ويكون اول نادي يحصل عليها في اول نسخه له. يا رب ان شاء الله يا هبه، نتمنى باذن الله تكون بطوله جديده يعني تدخل بطولات النادي الاهلي. وعلى فكره بطوله السوبر ليج بطوله معتمده، مهمه جدا ان الكلام ده نقوله للناس، هي بطوله معتمده نتائجها هتكون ايجابيه في موضوع التصنيف، وبطوله هتدخل ضمن البطولات القاريه في مساله التتويج بالالقاب القاريه، فعندنا فرصه نعمل بطولتين في ظرف شهر، السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه والسوبر ليج. فنتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي قبل بقى المشاركه في الحدث الاكبر، كاس العالم للانديه في المملكه العربيه السعوديه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا اللقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.